بحضراتكم مشاهدينا في هذه التغطية الحية لحظة بلحظة على شاشة التلفزيون المصري للسباق الانتخابي الأشهر في العالم، الانتخابات الرئاسية الأمريكية لانتخاب الرئيس 47 للولايات المتحدة. هذه الانتخابات التي ستحسم من سيقود الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة، وعليه ستتشكل العلاقات الخارجية لواشنطن، وستحسم العديد من القضايا الداخلية. العالم بأسره يترقب الإعلان الرسمي لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد إغلاق صناديق الاقتراع أمام الناخبين في ختام حملة رئاسية محتدمة، وذلك على نحو غير مسبوق في الولايات المتحدة، بين المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، حيث توجه عشرات الملايين من الأمريكيين لمراكز الاقتراع للاختيار بين مرشحين يقفان على طرفي نقيض، حيث يصوت الناخب الأمريكي لاختيار من يلبي تطلعاته ومتطلباته داخلياً وخارجياً، وذلك في مستقبل بلاده، خصوصاً في ظل تزايد الانقسام الداخلي وتطور ملفات السياسة الخارجية التي تتجاوز حدود الولايات المتحدة. ليظل العالم بأسره يترقب مجريات هذا السباق الرئاسي الذي يعد من أكثر الأحداث السياسية تأثيراً على الساحة العالمية، لأن نتائجه لا تنعكس فقط على الداخل الأمريكي، بل تمتد آثاره أيضاً إلى الاقتصاد الدولي والسياسة العالمية. أياً كان الفائز، فالنتيجة والحدث بأكمله سيكون وبلا أدنى شك تاريخياً، فإما أن ينتخب الناخب الأمريكي ولأول مرة أول امرأة تشغل منصب رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، أو مرشحاً يعد أول رئيس سابق يدان بتهم جنائية عدة، وإن فاز فقد يصبح أول رئيس يفوز بولايتين غير متعاقبتين. يبقى العالم في ترقب لمسار الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة وفق أجندة ساكن البيت الأبيض الجديد.